أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام بالغ مجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعبا. وعلى صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أي محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن.